وينضم إلينا هاتفيا الدكتورة لمياء يحيى، نائب مدير خدمات نقل الدم لشؤون تصنيع المشتقات بوزارة الصحة. بنرحب بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني أطلعينا على تفاصيل أكثر عن مشروع تصنيع البلازما والجدول الزمني لإتمامه. طبعا وإحنا المطلوب منا إن شاء الله إن إحنا نجمع خلال سنة حوالي 300 ألف لتر بلازما. الفترة بالضبط مجرد ما نبدأ، يعني الفكرة بس ان احنا نبدأ نحط الخطوات الرئيسية عشان نبدأ المشروع، وانس ان احنا بدأنا ان شاء الله هيبقى لازم نجمع 300 ألف لتر دول في سنة. نعم. ده بيستدعي حاجات كتيرة جدا، اهمها طبعا اختيار المتبرع، لان لازم المتبرع يكون متبرع دائم، بمعنى ان هو هيتبرع تقريبا بمعدل مرتين في الشهر. لازم تعملوا الفحوصات السيرولوجية للهيباتيتس بي، التهاب الكبد الوبائي البي والسي، وللإتش آي في الإيدز وللزهري. لازم يتعملوا في كل مرة هو هيتبرع بيهم عشان نتأكد إن هو خالي تماما من الأمراض وما فيش أي مشاكل خالص عنده. وطبعا إحنا ماشيين على سيلكشن كرايتيريا في خدمات نقل الدم القومية عموما، اختيار المتبرع، كيفية اختيار المتبرع بحيث إن هو يكون ما عندوش أي مشاكل. دكتورة لمياء يحيى، نائب مدير خدمات نقل الدم لشؤون الجودة بوزارة الصحة، بنشكرك شكرا جزيلا.